السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احبة المشاهدين واهلا بكم بحلقه جديده من برنامج ارض السواد عبر قناه الايام الفضائيه. اليوم توجه كادر برنامج ارض السواد الى محافظه واسط وبالتحديد اكثر قضاء العزيزيه وبالتحديد اكثر واكثر منطقه القطنيه الشرقيه. هذه المنطقه الزراعيه المهمه. اللي حقيقة تشتهر بزراعة الكثير والكثير من المحاصيل والأصناف الزراعية من نخيل وأيضا زراعة صيفية وأيضا زراعة شتوية راح نلتقي مع الفلاحين ونسألهم على استعداداتهم حول موضوعة الزراعة الشتوية وأيضا نتكلم بأمور عديدة تخص المنطقة يا رب حلقة إن شاء الله تعجبكم وكل معاناة أهلنا من الفلاحين في القطنية الشرقية توصل إلى الجهات المختصة بأسرع وقت حلقة ممتعة ابقوا يعني طبعا نرحب بيك ابو حامد في برنامج ارض السواد وان شاء الله يا رب تكون بخير اهلا وسهلا بكم شرفتونا بجيتكم الله يخليك يا هلا ومرحبا اجى برنامج ارض السواد قبل سنتين تقريبا نعم في بداياته ثاني حلقه ميدانيه كانت في هذه المنطقه نعم شنو الاختلاف بين قبل سنتين وهالسنه في الزراعه تطورت تحسنت الخدمات الدعم الحكومي لو كنت راجع بسم الله الرحمن الرحيم واهلا وسهلا بكم شرف بجيتكم كل ما تمر ويجي مثل لا بالعكس تاخرت وتراجعت الزراعه كنا نتامل التطور والدعم الحكومي قبل سنتين كان الدعم جيد الامور جيده المياه جيده ماكو رشين بهذه الصيغه الكهرباء كانت صيغه الرشين تغيرت؟ نعم تغيرت شلون صارت؟ شلون كانت قبل وشلون صارت؟ قبل كانت يعني الاسبوع ثلاثة ايام او اربع ايام ري أنا والكهرباء كانت جيد جدا اي فهذا الموسم لا هذا الموسم الاسوء من المواسم السابقه كلهم يعني احنا مرينا في صلاح الدين في بغداد في محافظات عديده يقولون انه هذه السنه اسوء سنه زراعيه يعني تتفقوا يا هذا الشيء نعم فعلا اسوء موسم واسوء سنه بتاريخ العراق اها مرت على الفلاح ابو حامد أريد لك بداية السؤال انه هي هذه المنطقه تابعه الى القضاء العزيزي نعم التابعة ايضا لمحافظه واسط اريد اعرف انه اسم مكانكم او منطقتكم القطنيه الشرقيه نعم. شنو سر هذا التسميه سميت بالقطنيه الشرقيه كانت هي مشتهره بزراعه القطن نعم زراعة القطن بالزمن الخمسينات والستينات وحتى الأربعينات وحتى إحنا لحقنا يعني بالسبعينات والثمانينات هي موجود زراعة القطن ليش؟ كان معمل النسيج يشتغل معمل النسيج مع الواسط فأحد الـ من الذكريات اللي قرأتها بالأحد أحد نعم. الكتب بالـ قبل من كان الاحتلال البريطاني نعم. موجود فهذه المنطقة القطنية الشرقية ومنطقة الجوز بالصويرة فيعني محيط الصويرة والعزيزية نعم. كانت مشتهره بهذه زراعة القطن أيه. فمن الصدر يعني كل منطقه بها مصنع مال محالج يعني يجمعون القطن ويصدرونه الى كان البريطاني قبل بالاحتلال البريطاني يعني كانوا البريطانيين يستوردون القطن من العراق يستوردون وحتى يعني قرات حسب ما قرات في الكتب يقول المندوب البريطاني بالعراق والاجا للوالي يطلب يعني مثل ما يقول التريض بتسديد الاموال مال القطن. يتوسل يعني. يتوسل دي إيه؟ يا آه. دير بالكم علينا بالفلوس بال ما عندنا تمويل أو, او ما عندي. دفع. دفع المحصول مال القطن. يعني هكذا كانت القطنيه الشرقيه. زين شو وقت اختفى القطن من ز... من هذه المنطقه؟ اختفى بنهايه الثمانينات. ليش شنو السبب؟ يعني معامل ماكو؟ المعمل مال نسيج انسد، الاقبال على القطن يعني مثل ما يقول الزراعه مالته ما الها دعم. ماكو اللي ياخذه الاستيراد مالته يعني حتى استيراد داخل التجار او المعمل ما قاعد ينتج، فهمي وين يودونه؟ يعني بس بقى الاسم القطنيه بس بس اسم الاسم ظل مسمى على مسمى وللاسف يعني هسه يجوز الاجيال هذه الجايه اذا تجيب شجره القطن ما حد يعرفها. وجوز يعني هسه الشباب اي فعلا ما حد يعرفها حتى مو على مستوى حتى جوز على مستوى مع احترامه حتى على مستوى مهندسين زراعيين يعني هسه من الثمانينات واللي جايه والتسعينات يعني اذا تجيب له شجره القطن ما يعرفها ما يعرف شنو مثل ما يقول مثل وظائفها وشنو استخدامها طبنا الديباج طبنا هذا الصيني فطغى على هذه الامور كلها مع العلم اكو دول اقتصادها قائم على القطن السودان الكاميرون مصر دول معظم الدول الافريقيه ماشيه على موضوع القطن. هو زرع شيء مكمل للاشيء. صحيح. القطين يعني كلها مكمل شيء، هسه انت حتى من ضمن يعني مثل ما اقول مشابه القطن هو الصوف. مم. الصوف كان صاحب الغنم يعني التاجر يجي قبل لا يقص، ينطي عربون وينطي شلفان في سبيل الخليل يحجز هذا الصوف مالت الغنم. يحجز ما بحال الصوف. اسال الله وكيلك يعني قاعد نحرق به نوديه للسوق ما حد ياخذه وين توديه؟ يا أبا نعم. تعال بس اخذه من عنده او بخس الاسعار قاعد كان وين اوديه؟ يعني من خلال كلامك الزراعه مرتبطه بالصناعه بالضبط هي شيء مكمل شيء بعد الصناعه اذا ماكو زراعه يعني هسه اغلب اغلب الصناعه هي من الزراعه صحيح يعني اذا هسه هذا الصوف يستخدمونه يعني من يغسلونه يخلونه معامل مال الغسل وهذه يطلعون من هذا الصوف من فضلات مالته صح يعني هواي مواد تجميل للصابون كذا اي يعني فهذه كلها نهوها يعني هسه هنا عندنا معمل الغزل مال النسيج مال الكوت ممكن ما يصنع له جاروبه مال الطفل بس اسم وموجود بس اسم وجوز بيه بال 400 500 عامل ومع الاسف ما ي... كل انتاج ما خلينا ندخل بموضوع اليوم حلقتنا صح خلي عرفنا ان شاء الله تاريخيه من حضرتك شنو سبب تسميه نعم. هذه المنطقه بالقطنية الشرقية وأكو قطنية غربية صح؟ نعم نعم لقباكم أي فعلا ممتاز موضوع حلقتنا اليوم على الزراعة الشتوية وإحنا في بدايات الزراعة الشتوية نعم. بالبداية هذه المنطقة عندها زراعة شتوية أكيد نعم اللي إحنا موجودين بها نعم. إيش تزرع للزراعة الشتوية؟ شنو الأصناف اللي تزرعها؟ بالنسبة للمحاصيل الخضرية هاي زراعتنا البصل، القرنابيط، اللهانة، الباجلة، الشلغم، الخيس هو هذا الموسم مالته وهذا هو مثل ما يقول زراعة الفلاح نعم بس احنا موجودين بالبصل نعم هذا بصل هذا شلون بداية زراعته شو وقت بداية زراعته بالنسبة للبذور مالته هو المشترى مالته من محافظة كربلاء نعم وبالتحديد قرية زيد بن علي هاي معاميل مالتنا هم سنوية عندكم علاقة بهم نعم علاقات قديمة فهم يسوون البذور واحنا نروح نشتري من عندهم اشتريته هسه اشترينا خومه غاليه طبعا الطن مالت البصل يكلف مليون دينار قبل ايش قد كان الطن وقبل 400 500 300 ايش وقام صار ارتفاع مالته هسه مليون مليون ليش هو صار المليون لان يعني شحت المياه عندهم الناس قليل قامت تزرع فهل ارتفع يعني الارتفاع مالته هو سببه هم المي هو مثل ما قلنا شيء مرتبط شيء مرتبط شيء شي اكو مياه اكو زراعه مثل ما اقول كثيره ماكو مياه راح تشح الزراعه تخلص الاراضي تخلص الاراضي راح يرتفع السعر مالت الأراضي على الخطه الزراعيه الشتويه هالسنه؟ ولحد الان ما معلنين لا من هي اعلنوا قالوا بس مليون ونص مليون دونم قليله مو, مو طبعا قليله على مساحه العراق يعني ما راح تسد الحاجه للاسف لا المحليه ولا الشخصيه مالت يعني حتى محافظة يعني محافظه واسط مثل ما نعرف سله العراق الغذائيه خاصه بالحنطه نعم يعني الفلاحين راح يتاثرون بهاي الحاله طبعا راح يتاثرون راح يصيح تكثر البطاله مالت الفلاحين لان يعني كلها عندها وليد وماكو تعيين وكلهم ما شاء الله ومثل قبل هم ولد الفلاحين صاروا من افضل المستويات المستويات العلميه صايرين يطلبون طلبات وايد طبعا ايه حقهم يعني هسه عندنا اغلبهم خريجين وقعدوا زين زراعه من ناس شحيحه بالنسبه ارتباطها بالمي شحيح المي، زين وين تودي هذا الولد؟ من هو تخرج يقول لك انا خلصت الدراسه وين يروح؟ انت غير من خلص دراسه يروح الى منافذ اللي يروح بها تعيينات حسب أقوه. تخصصه حسب تخصصه ما يخالف ماكو تخصص خليه معي بس هم وفر لي حتى اسد الحاجه مالت مثل ما اقول يتلهى بالزراعه بين ما الله يفرجها عليه يطلع تعيينه او يتعين بغير شغله او مثل ما يقول بشركه نعم يعني هسه جبت البذور من محافظة كربلاء المقدسة، شو وقت شتلتوا هاي الشتلات؟ هذا آه الشتال مالته 20/9 عشرين 20/9 20/9 بدينا بالشتال مالته وعلى شكل مراحل وتعرفوا بس موضوع السقي لو اكو هم ترتيبات او لا وها. طبعا منشطات اسمده كيميائية لازم ندب لان يعني هذا لازم تنطيه غذاء لازم تنطيه غذاء حتى ينضج يعني كاسمده نعم اسمده اسعار الاسمده شلونها هالسنه؟ اسعار الاسمده حدث ولا حرج ليش؟ اسعار هائله ومرتفعه بشكل يعني الطن الداب هسه مليونين و200 الداب مليون و200 مليونين و200 يعني الوزنه حدود ال وعشرين الف واقسام هو يعني الداب يعني عراقي داب رقم إيراني. عالي جدا نعم طبعا زين وزعوا لكم كيمياوي؟ لا لا ما وزعوا زراعه واصل يعني زراعي زي... ينطون شي نسبه قليله يعني لا لا بعد لحد الان هو اكو خط بس يعني من تروح تنظر لها بس المعاملات مالته هو اعدال التسعيره مالته ونسبه قليله كلش يعني هذا الدابل دا... قاعد تاخذوه مستورد لو بالعراق صانعي حسب امكانيات الفلاح فهمتك يعني نعم اذا عنده امكانيه يشتري مستورد مستورد الافضل ابو مليونين و200 ابو المليونين و200 العراق ايش قد الطن؟ والله ما متعاملين بيه ما متعاملين بيه بس اقل بهواي إيه اقل بيه. نعم ودائما النوبات يصير هو كان الافضل عالميا يعني كان الداب العراقي يصدرونه للخارج المصر الاردن لبنان يصدرونه صحيح فهسه لا يعني ابو حامد ما سد الحجر ينضج بيا شهر بدايه ال 12 بدايه ال 12 نعم. السوق للسوق مثل العام هم نزل مستورد ويا نافسه لو فاتحين لكم مجال لكم هو المشكله احنا اللي نعاني من عندها ماكو خطة أو تخطيط للمحصول العراقي. نعم يقولون تسويق أي تسويق، يعني مثل يقول من ينزل الإنتاج العراقي، المحصول العراقي ماكو نسبة وتناسب ويا الفلاح، أدخل لجان للسوق. نعم تقيم وضع السوق أو تسعير السوق أو ضخ الحاصل العراقي، يسد الحاجة المحلية يسدها، ما يسدها، أستارد بنسبة ما يأثر على المحصول مالتي وأكو تسعيرة أخلي تسعيرة يلتزم بيها الفلاح ويلتزم بيها البقال هاي كلها اختلاف. يعني مريتوا بظروف انه تنزلون بضاعتكم او محاصيلكم واكل مستورد ينافسكم وتخسرون؟ نعم هذا الموسم خلص ايه؟ موسم بالنسبه للصيفي اي كنا زارعين طماطه بال, بال يعني بالتحديد بشهر الثالث 20 ثلاثة احنا بالعراق 20 ثلاثة يلا ينزل المحصول الصيفي ذروه المحصول الصيفي يعني نعم. البداية مالته بالنسبة للطماطم، للخيار، للباذنجان، الفلفل وزارة التخطيط يمكن أو اجتمعوا يعني المسؤولين عشرين ثلاثة هم فتحوا الاستيراد ليش؟ لأن قالوا السوق صار شحيح صحيح زين طيب صار شحيح والفلاح يرفع الأسعار زين أنت هاي الفترة فترة الشتاء هذا الإنتاج مالت الفلاح ما كان ينزل ما ينزل للسوق صح. طبعا يرتفع الاسعار وانت الاسعار مال المستورد انت تتحكم بها يتحكم بها التاجر أه. مو الفلاح بس من ينزل السوق مالتنا راح ينزل الاستيراد المستورد المستورد خساره يعني خساره عن السنه الصندوق مال الطماطم بعناه ب 2000 دينار الله 30 أكبر. كيلو ب 2000 دينار يلا من يرضاها؟ اكو ناس ثبتها بالشارع بالضبط ماكو يعني صحيح. ما يسدد الحاجه المحليه بس شو يسوي هذا والناس والله اغلب الناس خلتها مكانها بالزراعه ان شاء الله يا رب نلقى حلول باسرع وقت ولو ما مرينا سنتين وما راح حلول وحلول قاعد لح... تتراجع على احنا لحد الان نقول الحمد لله شكر على هالوضعيه الحمد لله لان قاعد نسمع غير مناطق وامور سيئه بالضبط احنا نخاف من المستقبل الأسوأ ان شاء الله يا رب تنحل كل هذه الأمور ان شاء الله كل التحيه والشكر لك ابو حامد الشكر ربي يحفظك اهلا وسهلا بكم وحقيقه نتشرف بك يا هلا ومرحبا اهلا وسهلا بك يا هلا ومرحبا طبعا نرحب بابو مرتضى اللي يعني حقيقه يفتخر برنامج ارض السواد ان نلتقى به الله المرة الثانيه الله يسلمك ان شاء الله من الصدف الحلوه الله يسلمك نلتقى مع هيك شخص مهتم بالنخيل وبزراعه النخيل صح ممكن احنا كان هدفنا ان نذهب على موضوع الزراعه الشتويه ولكن لما نشاهد بستان صوره برنامج ارض السواد قبل سنتين كان ما شاء الله الماء والسقي وخير من الله شامخ النخل كله ونشوفه بهاي الحالة لازم نتكلم بها ولازم نحكي على هذه المواضيع ممكن راح نحاول أيضا نعرض لكم صور قديمة للحلقة القديمة اللي صورناها قبل سنتين كيف كان الأجواء وهسه تشوفوا انتم بها حالة شوف الفرق الكبير جدا شلونك ابو مرتضى؟ عيوني اخبارك؟ اهلا وسهلا صحتك شلون ان شاء الله والله خير نعم الله, الله بعدك على الزراعة بعدنا والله تشتغل رغم آه كل آه. الظروف اي لا الحمد لله الحمد لله الحمد والشكر الله. هذا البستان اللي تقريبا بي 600 نخله واكثر تقريبا اكثر تقريبا الالف تقريبا يوصف. يطخ الالف أيه يطخ رب الف أي. نخله تقول لي سبعة اشهر ما واصل للمي اي سبعة ليش وصل الموين. لهذه الحاله؟ اليوم انت شفت بذيك الزياره السابقه شفت وضعيته كنا ما راضين بس هسه صار سبعة اشهر سبب خلينا نقول الأزمة العالمية أزمة شحة المياه سوء إدارة من قبل الدولة مراشنة كل هالظروف يعني ما تقدر تنطي مي أنت المي مين يوصل له؟ عندنا الما... مضخة موجودة خاصة بالبستان أي مسجلة ضمن المراشنة يعني المراشنة مراشنة ما جاكم الدور وسقيتوا؟ ما يوصل ما يوصل يعني لأن ال... 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 الرشين مرتبط بالكهرباء كهرباء ساعتين يعني بساعه يعني مرات ساعة تشغيل ساعتين يعني تطفو تجي ساعة؟ و... تجي ساعة، مرات ساعة ساعتين تشغيل وساعة اطفاء. ما يصل ما بصورة صحيحة. يعني يعني مشكلتكم أيضاً موضوع كهرباء. كهرباء مرتبطة ارتباط أساسي بالشغلة زين الكهرباء. هالموسم إنتاجية هذه التمور بسبب قلة المي قلت؟ نوعيتها صارت مو طبعاً تقل أولاً التمور بها نسبة مي يعني كل ثمرة بها نسبة مي يجوز أقول لك أكثر من خمسين بالمية إذا هي ما واصلة فما راح تنطيك النوعية المطلوبة والحجم المطلوب والشكل المطلوب حتى من تعرضها بالسوق ما تروح مو ذيك الرغبة وما راح توصل للسعر اللي تريده هالسنة البستان ربح لو لا 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 السنة بالنسبة للأسعار على هذا الوضع زين يعني كانت أسعار شوية تفيدكم أي شوية الأسعار زينة تقريبا الزهدي عندنا الدولة تستلمه التاجر ياخذه الانواع ذيك الباقي الملقوط نسميها موجود عليها رغبه بالسوق اسعارها زينه التاجر يعني اكو تاجر يتعاقد وياكم واخذ منكم التمر؟ الزهدي موجودين يجون تجار ياخذون ليش بس بتطور. الزهدي ياخذون؟ الزهدي تقدر تخزنة ينخزن لان يعني التمره تنشف وباقي الاصناف باقي الاصناف لا مثل الا تقدر تخزنها بطريقه واحده بالتبريد احنا ما عندنا مخازن تبريد وهي تحتاج كهرباء تحتاج وتحتاج... كهرباء تحتاج مولدات مواد اكثر اي وعن... مواد حافظه أ... عاد... هذا البستان شنو نوعية التمور اللي بيه؟ بيه تقريبا اكثر من 16 نوع، زهدي، خستاوي، برحي، برين مكتوم، تبرزه، قسط عمران، مكاوي، هواي اصناف ما شاء الله اي لهواي هواي اصناف اغلاهن شنو؟ اغلاهن البرحي وارخصهن ارخصهن هسه اللي جاي يصير عندنا تمر العلف تمر العلف اي يبقى عندنا اكو اصناف مثل الخضراء والبصره مبكر اول ما يطيح سعره زين بس من نطيح عليها الالوان لا ما يصير بسعر زين لان اكو نوعيات أيه بس احسن, أحسن من كسعر انسب انسب شيء هو الزهدي ارخص شيء نعم يعني هاي بالضبط سبعه اشهر ما واصل مي لا يعني. لا ما واصل زين اكو عندكم طرق بديله لو عاي فيه هيت. والله البديله اولا مكلفه والمكلف لازم مرتبطه بالكهرباء لازم زين هو النخل ايش قد يتحمل بدون مي؟ يتحمل عادي ما بس ما تنطيك ذاك الانتاج ما تنطيك النوعية المطلوبة ها يعني لا لازم ماي مستمر يتحمل النخل يتحمل عاطة حتى لو يبقى سنة بدون مي بس ما راح ينطيك الـ الـ الإنتاج اللي تريده، ما راح تحصل على النوعية اللي تريده متفائلين بالموسم الشتوي الجاي؟ لا ليش؟ أولاً شفائل النخيل، البساتين، محاصيل، الخضار ما مشمولة بالخطة المشمول بالخطة هي بس الحنطة والحنطة السنة انطوا نسبة 25% 25% حصه مائيه 25% و25% اسمده هذه بالنسبه للنخيل محاصيل الخضار هاي كلها بدون دعم خاليه من الدعم الحكومي ابدا نهائيا لا حتى الحنطه اذا هو الدونم يعطيك 5 كيلو شنو الدعم؟ يعطيك 5 كيلو يعطيك 5 كيلو داب يعطيك الكميه اللي يعطيك اياها حتى البذور ما تغطى عندك الدونم فلا عندنا اذا ب 75 كيلو للدونم الدوله ما تنطيخ زي تنطيها زين ابو مرتضى اليوم كفلاحين شلون عايشين رغم كل هاي الظروف؟ الله يعني شلون عايشين اليوم اللي حياتكم الطبيعيه اهلكم مدارسهم لبسهم اكلهم اليوم اتجه ابن الفلاح للعماله للعمل انت عندك مصرف عندك عائله عندك مريض هسه قامت ما تغطي هذه الايرادات اللي تجيك من الزرع ما تغطي تكاليف الزرع ما تغطي مصرف العائله فمضطر ابن الفلاح واغلبهم طلاب التجأوا وين يروحون يشتغلون طيب. عماله؟ يشتغلون احنا دول الجمال يشتغلون اللي يقطون التمر يطلع يشتغلوا الخلفات يبنون في سبيل ترك يم... الزراعه ايوه ترك الزراعه ماكو مي هسه انا اليوم هسه انا فلاح اذا ما متوفر لي مي كل شيء ما اقدر اشتغل يعني اليوم الفلاح انت شفت هاي المساحه من ديش زيارتك وشفتها هسه يعني شو تزرع؟ اكو زرع يصير بدون مي؟ لا لكن... اكيد كل شيء ماكو وبالنسبه يجوز هذه احنا اقرب منطقه على الشط هذا انت صدر المي انت من تروح تعبر طريق بغداد كوت الى المساحات الزراعيه الملايين الدونمات اسوء من هذه الحاله شويه ها اي ما ظل عندنا الفلاح قبل معتمد على الزراعه وعلى الثروه الحيوانيه طن الشعير هسه 750 800000 للعلف مثلا للعلف الدونة بالعام اللي كان ياخذ الفلاح ب 25 ب 30 سنة صاحب الحلال يضمنه ب 150 200000 الف ماكو ما يعني هسه هاي السنة نزلت الانتاج اكثر من 75% سواء على كان محاصيل خضر محاصيل حقليه كزراعه الكل حتى الثروه الحيوانيه اكثر من 75% وانا اقول لك اذا بقت هذا الموسم بقت نفس الوضعية كل شيء ما يبقى عند الفلاح. ابد. وش الأرض راح تتحول صحراء؟ تتحول صحراء انت شوف هذه اللي الحد. العراق مياه ترى... جوفية شيء ايه. سقف التنقيط العراق ال... 60% من سكانها أرياف. صح 60% اليوم أني كتلت 60% من الشعب العراقي. اليوم أنت ليش تخلي الشعب العراقي كله يدور وظائف؟ ماكو ترى قانون او مصطلح كل العراقي لازم يتعينون انه الناس كلها موظفين لا بالعكس انت اليوم عندك استعداد <applause> هاي الارض انت عندك ارض وعندك مصدر مياه وعندك يد عامله وبالمناسبه الفلاح العراقي أنا كمهندس زراعة اشوف الفلح والله ايضا كمهندس زراعي اي انت خريج زراعه خريج زراعي نعم الفلاح العراقي هسه انا اقول لك يضاهي المهندس الزراعي لان عنده خبره عنده رغبه بس انت من تجي تموت هاي الرغبه وتوقف الدعم من عنده تقطع المي من عنده يعني شو تتصور من عنده يعني شو تريد من عنده يعني شو يريد يسوي اليوم هذا انت واني اهم شيء عندك توفر قوت لعائلتك انت راح توقف هسه وقفت اوتوماتيكيا وقفت ما تقدر تسوي كل شيء يعني شو تريد تسوي انت عندك الزراعه اذا تقدر تستغلها بالنسبه للتمور محاصيل خضر محاصيل حقليه تسند بها الصناعه انت صناعه ما عندك كانت عندك زراعه، وقفت الزراعه. النفط شي يريد يصير؟ على غفته الدولة على غ... مثل كورونا لما نزل بالضبط. كسياسه الدوله انا اعتبر سياسه الدوله بالعراق بالنسبه للزراعه سياسه فاشله. زين فشل متعمد لو فشل يعني هم سوء تخطيط. استاذ ابو علي اليوم الدوله اكو بيها وزاره تخطيط، وزاره زراعه، وزاره ماليه اليوم اني من امشي حشاك انت مثل الاعمى تظل تخبط تروح يمنا ويسرا بس اذا اكو دراسه فعليه اكو برنامج اعاده تاهيل الزراعه بالعراق ارجع ارجع الدعم شحت ما ماكو عادي اوفر اكو عندنا مياه جوفيه دوله تدعم منظومات الري يعني تحاول تحاول تعوض او تسد النقص الحاصل بالماء حتى توجه الفلاح زين انت لا عندك تخطيط لا تسمع شكاوي الفلاحين شان باكثر من برنامج شوف تلقى الفلاح يشتكي يصيح ما حد يسمع ليش انت دوله احنا اكو حكي مرات يجوز من نحكي يقول لك اكو حكي بس مين الفلاح خلني, خلني بغير طريقه خلني نقول لك الفلاح بفتره من الفترات كان ملك غطى السوق غطى حاجة البلد الفلاح استفاد الدولة استفادت ليش يعني أنا اليوم كشخص سيء راح بقت عندك كل اللي بقى موجود ليش الدعم راح من الفلاح انت بلد زراعي قصدك قبل اكو دعم ليش هسه دعم دعم حقك تسألي السؤال دعم 100% اليوم اني ما اسال انا اكها مصلحه بلد اليوم انت بلدك نسبه 60% فلح عندك تقدر مصانعك تشغلها لعمال ما تب ما ظل ابن الفلاح واي شخص انا اقول لك قبل كانت عندنا صارت فترات الهجره من الريف للمدينه ومن المدينه للريف بالعكس فتره السبعينات صارت هجره من الريف للمدينه صارت يعني العمل ماكو، بعدين فترة التسعينات صارت هجرة صارت بالعكس من المدينة للريف ليش؟ اكو شغل اليوم زراعة اكو عمل اكو اليوم انا من اروح اشتغل راح اوفر قوت لعائلتي هسه انتهت، فلاح اغلب الفلح يعني اللي موجودين يجوز احنا القريبين على الشطر انا اقول لك احسن بهواي من الناس اللي مي الشرب ما قادرين يوفرونه اكو اسالات مي مناطق نائية مي شرب للأسان ما يقدر يوصل اضطروا يحفرون بيار ليش طبعا ابو مرتضى هاي رسالتك وصلت وللاسف اغلب مناطق العراق اللي قاعد نزورها نفس المعاناه نفس المعاناه نفس ولكن تختلف بين منطقه ومنطقه ونسبه واخرى فما اعرف يعني اليوم للاسف انه عدم ايجاد الحلول لسه اكو ازمه مائيه اي بس اريد حلول انا الاستاذ ابو علي قبل الازمه المائيه انت وين كنت انا قبل الازمه المائيه، انت ليش ليش ازمه كورونا والازمه المائيه تحاسبنا عليها؟ ليش انت قبل الازمه المائيه وين كنت؟ يعني انت اليوم خلينا نقول هاي دولتنا صار لها اليوم 20 سنه 20 سنه ما وضعت برنامج بحيث انا انتج الزرع اوديه المصنع، اوديه المستهلك صح صح اصدر ليش اني الدول احسن من عندي اللي جاي تصدر لي؟ عندها امكانيات اللي موجوده عندي عدها خبرة الفلاح الموجودة عند الفلاح العراقي لا والله موجود كل التحية والشكر لك أبو مرتضى على كل هذه المعلومات علي. ونكمل جولتنا في القطنية الشرقية الله شكرا جزيلا الله, الله, الله يسلمك ارحب بيك ماجد الشمري الله يسلمك في قناه الايام الفضائيه وبرنامج ارض السواد شلونك؟ الله يسلمك صحتك شلونها؟ والله بخير الحمد لله اخبارك؟ الله يسلمك يا حفظك انت قلت لي مواليدك 98 ما 98 شكلك اكبر اه شو تسوي؟ جزء التمر والنخل تمر والنخل كبروك <applause> مو؟ كبروا صحيح الله يخليك الله انت <applause> مهنتك الاساسيه صاعود نخل؟ صاعود نخل نعم انت تدرس او لا؟ اني مرحله رابعه تربيه حاسوب ما شاء الله يعني كليه كليه تربيه شغلك هذا شغلك لان ابو صيف واحد يعني انا من مصرف ما شاء الله يا جامعه جامعه العراقيه التربيه يعني تجي لبغداد روح البغداد يومية تروح لا لا اقسام داخليه يعني ما شاء الله ممتاز أي حلو أي تفتخر بمهنتك اي الحمد لله مهنه اصيله قديمه أصيل عريقه هي موضوع الاعتناء بالنخله اي نعم آه تبدي بيا شهر قمت تشتغل موضوع النخل؟ من شهر نهاية الثامن أو نهاية التاسع نهاية التاسع يعني ب 25 تسعة أيه. يتبلش عندك لقاط تطيح التمر لقاط؟ ايه وراء القصاص وراء قصاص هسه من هيك يعني هاي من نهاية التاسع بلش القصاص هسه شو كثير يخلص القصاص؟ يعني من نص العاشر هسه 15 10 ما ظل شيء ما ظل شيء وراء القصاص وين تروح تشتغل؟ اشتغل عماله بناء اذا عندنا دوام عندنا دوام نداوم من يوم الجمعه والسبت نرجع نشوف عمالي نشوف انتم كعائله هاي كليتكم تزرعون؟ احنا كنا كنا نزرع ما نشتغل العمال ونعمل بس هسه لين ماكو يعني زرع ماكو انا ادري معلومه قبل سنتين انه كل الشباب عندكم انتم كليات جامعات اي كنا كليات وجامعات ما شاء الله ايه بس هسه لين زرع ماكو قام ما يفيد قام مصرف ما يلحق قمنا نشتغل تشتغلون اي نعم اه زراعتكم الشتوية شنو هسه هسه اللي عندنا لهانا قرنابيط اه خيار شتوي bacille عندنا شغل قام هسه زارعين. هاي انت كله تعرفون. هسه كله نعرف هنا. ممتاز نرجع لمهنتك الاساسيه. اي نعم. قلت تبدي بيها بالتاسع. اي بالتاسع. اللقاط. اللقاط زين بالفصول السنه العاديه شتاء ربيع هاي بشهر الثالث اذا مثل عندنا شغل بهنا مثل زرع نشتغل بالزرع بيوم اللي ما عندنا بالزرع نطلع نعام ماله اي كنخل شلون يعني هم تنظفوا بالايام العاديه وهو. اي عندنا تنظيف لازم هم ننظف. هالسنه شلون موسم القصاص بالنخل؟ والله سنه زين يعني. كانتاج كانتاج يعني لا باس به كل نخله تقريبا جد انتجت كم كيلو؟ هي ما تنتج بس على الاكياس يعني احنا ثلاثة ثلاث اكياس كم كيلو؟ كيس هذا بال 50 اها زين ذا ثلاث اكياس اي ثلاث اكياس كيسيه نوعياتها زينه كانت؟ نوعياتها زينه السنه كانت اسوء لو افضل ذيك السنه الراحة السنه اللي راحت احسن يعني محصل مايو اكثر يعني انتاج احسن من السنه سنه عطشان انت عندك جماعه انهم يشتغلون نفس هاي الشغله اي وايد عندي جماعه يعني هسه جماعتي راحه رجعنا البيت بين 20 عام واحد اكثر على هاي المنطقه على هاي المنطقه عندك معلومات قلت تقريبا كم نخله في هاي المنطقه هواي والله يعني يقول لك جوز هنا أنا بس هذا البستان بي 1000 اي صح فوق ال 1000 اكو هنا همين هسه بستان بس بعد صغار يفوق فوق الالف، الف ونص نخله برحي تقريباً المنطقة القطنية الشرقية نقدر نقول بها 10,000 نخله؟ احتمال بها حلو رقم. يعني هي أكثرها بس أكثر النوع هنا بهاي المنطقة. والله أكثر شيء يعني هسا قام يعني عندنا الزهدي، خستاوي. هسا قامت أصناف تجي هسا البارحة هسا شوية صار أكثر. معاناتكم اليوم أنتم كعاملين بالنخيل وأصحاب نخيل. شنو معاناتكم؟ يعني هي معاناتنا هواي يعني صارت إصابات. صارت هسه أيه. اصابات يعني اصابات يعني قامت دوباس وغيره اي توباس واكثر شيء يعني قلت لك هسه سالفه انه العطش يعني قامت خلينا نرجع على موضوع الاصابات وزير الزراعه قبل فتره قالت صار عندنا اتفاق ويا طيران الجيش وجرش المناطق اللي فيها نخيل جوي؟ لا ما جو يعني احنا هنا سمعت جوي بواسطة جو بس ما القطنيه ما دخلت لان احنا القطنيه عندنا اكثر شيء صار نحل فما يصير فما يصير قامت منعت اللي القطنيه من من الرش اي من الرش فمش الحقن اي من ال نعم الحقن والتحفير ما. هاي موضوع الاوبئه، موضوع المياه في موضوع النخل قاعد يوصل؟ ما جاي يوصل يعني من جاي اكثر هيظل مثل ما نقول خلال ما جاي تتلقى بس يعني. تعتبر تعبانه؟ هاي تعبانه كلش ليش؟ آه ماي ما شبعت اي وحتى قلت من تلقح انه ما تاخذ يعني اللقاح لان عطشانه زين هاي الجذور ليش لونها لو طبيعي هاي لا لا هاي اكو صد هو صح حركه يعني ملوصة. تحرقوها ليش؟ هو صح الجو هوا يعني نريد ننظفها اه فما تاثر عليه لا لا ما تاثر عليه شيء. ما اكو ناس بدلت بساتينها وسوتها قطع اراضي اي هواي موجوده بهاي موجوده اي حقا. لان ما, ما شاف بها استفاده ما شاف بها استفاده وما قام يفيد فطاح به يعني قص النخل وخلاه يزرع يشوف محصول اها الحنطه أه. هاي يزرعون لا هاي صار سنتين ماكو حمضه يعني اخص ينقطني يعني لان ماي ماكو خلاص ماكو زين وبس ما بس قلت النهر وين ايش قد بعده؟ هذا النهر هذا بعد يعني ليش ما يوصل المي اذا تعال على الصدر احنا على الصدر بس قلت له ليه الراشن يعني تبي الأسبوعي لو حق ثلاث ايام يومين بس اي صارت راشن كل يوم يحصل كهرباء ما كهربا يوصل المي كهرباء ماكو جوا وقاف صار راشن هاي سبت يعني هاي المنطقه قريبه على الشط ليش ما مزروعه؟ يعني انت راشن 24 هاي ساعه هاي هاي مثلا هاي القاع انت راشن 24 ساعه لو تحط يكمل عندك بانيات و... وبين الجارات ينسجل لو ما ينسجل اذا يتجاوز وقت الرش شنو عقوبته يفترونه للري؟ هي يفترون اكو عقوبات سجل أكو عقوبات سجل غرامات اكو موضوع اي نعم تعانون من شغله المتجاوزين على المياه؟ اي نعاني هواي يعني يعني احنا شلون شكل بيو... تجاوزهم شو يسوون؟ بيوم الرش مالتك يظل مثل مشغل وياك يوم فاتح طلاقه مالته فانت آه. في تضطر شو يعني هو الفلاح هو اللي يسد الوقت هو اللي يسد الوقت ايه؟ هو اللي ايه؟ يعني مو تجي جهه هي تسد لا, لا 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 انت مثلا الدوله ثلاثة ثلاث ايام وانت هنا مثلا اكو يسمون مجموعه مسؤولين ومثلا ايه؟ يقعدون يابا كل واحده ليوم 24 ساعه مسؤولين بالري؟ ايه لا ومن يعني من ضمن المنطقه انتم مرتبطين بماء العزيزيه ري العزيزيه اي نعم فيعطيك 24 ساعه كل قطعه مثل الى هاي القطعه من هيك لها 24 ساعه نعم ماجد اكو ايضا موضوع قاعد يعاني منه الفلاح هو موضوع التسويق اللي قاعد يوصل الى الاسواق وقاعد تكون اسعاره رخص رخيصه رخيص جداً. جدا وقاعد تنذب للاسف هنا. اغلب المنتجات قاعد نزرعها هسه هذه اللهانة مثلا شو كنت تنضج شو وقت توصلوها للسوق تنضج عندك بالواحد والواحد واحد بس هي فتره قاعد تدخل لهانه ايضا المستوردة تدخل المستوردة هي الحسه موجوده المستورد يعني الحامة يعني دربيها الكيلو ب 500 يمكن اي اي وصل 300 ل 200 توصل اللحانة بوقت اللي يطيح الموسم مالتنا اها والله بوقت اللي يطيح الموسم مالتنا مثلا عندنا الخيار حسب الف وخلي يطيح مالتنا الخيار راح يصير ب 200 دينار 500 دينار هواي 500 زين المواطن يخاف يقول يا ابا اذا ما فتح المستورد تخاف الفلاح يزيد السعر يسوون يسوون الخيار الكيلو بثلاثه ما يوصل ثلاثه هو كل شيء يوصل ب 500 خلي 750 يعني حاول انه يعني أيه. لازم يا موازنه تصير موازنه صح ايش قاعدين يناسبكم مثلا سعر كيلو الخيار او اللهان اللي توصل للسوق؟ حتى توصل 500 هي احنا مستفادين 500 مستفادين مستفادين منها حلو اذا هي توصل المواطن ب 750 كل الزين كل الزين بس مشكله بس هي توصل لل 200 اي المشكله للميتيق. اكو فلاح فلا التاجر ياخذ منه وبعدين العلوه وبعدين العلوه البقال الله يوصل للمواطن ثلاث جهات تقريبا بيد المواطن وبيد الفلاح. الفلاح يتأثر المواطن ويتأثر يتأثر الفلاح احنا طالب يعني هناك وساكن أخسام يعني بنشتري من السوق ب 700 انت تدري خبر بغداد 1000 دينار. دينار احنا انا اجي اخذها منا فلاح وجماعه تكلم هناك رسم احنا اخذها 100 دينار انا منا من قاع اخذها 100 دينار 100 دينار حتى اليوم حتى اليوم ايضا لا المشاهد او المواطن يذب اللوم على الفلاح يعني أنا, انا اخذ اللوم مين. الفلاح كيمياء وما عنده، الفلاح الماي ما يوصل له وهو على صدر النهر. صبر الفلاح يروح يطي بضاعته يلقى المستورد. هذا الفلاح، هي مشكلة تصير موضوع التاجر، وموضوع العلوة، موضوع أيضاً حتى البقال اللي قاعد يوصل اليوم للمواطن العراقي. فهو يقول لك المتضرر الأول المواطن كمستهلك، المتضرر الرئيسي أيضاً هو الفلاح. هو المام الفلاح. الما مستفاد والحكي كله عليه، يقول لك الفلاح هو الفلاح. يزيد. جمعيات فلاحية ناس لهم علاقة بالزراعة قاعد يجون يزوروكم يأخذون مشاكلكم أنتوا ترشحون ناس بالجمعيات الفلاحية تعرفون هواي تجينا تصور أو هم يعني جمعيات بس كيش ما سوت هم يعني أنا سوت صورت كملت ومشت ما شفنا من عتايش ما يوم شافت أنها حلو ولا هذا يعني ما يضر نفسي والسوق نفسه هواي من الزراعة جاو سووا مقارنة وأخذوا بيوت سووا الإنتاج كش ما زين يعني, يعني عندي سؤال شخصي لك جوبي. اذا تخرجت ان شاء الله من علوم الحاسبات وتعينت تترك الزراعه؟ اكيد ما ترك يعني مستمر به؟ مستمرين رأسك مثلا مليوني تترك الزراعه لا تبقى تصعد نخل ولا <applause> والله شيء اكيد هذا لا يعني انت بعد انت راح تتجه انه كشغله ايه. يعني تبقى هوايه؟ هوايه بس هي اها ممتاز انا أيوة. حتى اللي يشوف يعني اهلك ما شاء الله مرتبطين بالزراعه اي مرتبطين هم يعني تعبوا كل المعاناه كل المعاناه يعرفون بها كل انتم الشباب كلكم عند يعني زراعه تشتغلون بها كنا زراعه بس احنا كنا جاي ندرس يعني اكثرنا هسه اللي طبق عليه كل ابوي شماغ متكاسل هذا ايش قد عمره؟ هذا هذا يشتغل لو لا؟ ما يشتغل بيه. لا لا ما يشتغل اه زين هم طالب بس ما لله. يشتغلون يعني أه طبعا ربي يحفظك الله يسلمك وان شاء الله نعم بالتوفيق لك دراسيا الله وعمليا ان كان الله عمليا ان شاء الله بالفلاحه الله وبالزراعة الله ودراسيا نريد نفتخر بيك بعلوم الحاسبات سلم. يعني احنا ايضا نحتاج ناس تدخل التكنولوجيا للزراعه، العالم حلو. وين وصلت؟ احنا نشوف وين واصل فان شاء الله تفيد بلدك الله تفيد سلم. اهلك بتخصصك. ان شاء شكراً الله شكرا جزيلا لك ماجد الله الله مشاهدين الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ارض السواد اللي حقيقه كانت حلقه متميزه بين اهلنا في محافظه واسط في العزيزيه منطقه القطنيه الشرقيه هذه المنطقه الزراعيه المعروفه اللي للاسف معاناتها ومشاكلها واحتياجات الفلاح مثل احتياجات اي فلاح باي منطقه عراقيه زرناها مؤخرا في صلاح الدين، في دياله، في بابل، في بغداد، في كربلاء، كلهم يعانون نفس المعاناه وهي شح المياه وقله الدعم الحكومي. سنه بعد سنه قاعد تتقلص الاراضي الزراعيه، وسنه بعد سنه قاعد نخسر الكثير والكثير من اشجارنا واهمها النخيل اللي تعتبر اليوم رمز وارث حضاري وثقافي ووطني. طبعا نحتاج دعم مستمر ونحتاج حمله كبرى. اليوم كل الوزارات والجهات المختصة مسؤولة عليه لعودة العراق إلى أرض سواد حقيقية ما أريد أتشائم أكثر وأكثر وما أريد أبتعد عن التفاؤل ولكن خلونا متفائلين وخلونا يا رب إن شاء الله سنة مو جافة السنة القادمة على مود عودة الزراعة وعودة الحياة مو بس للأرض الزراعية للفلاح نفسه الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم البرنامج ارض السواد نلتقيكم بحلقات اخرى من مختلف المحافظات والمدن والقرى العراقيه الى اللقاء